فعلا مع كل بساطة هذا الخلاص، لكنه كلفت، هو مش رخيص، كلفت دم يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي. مكتوب الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. تصور البساطة، بقول لك التفتوا، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. يعني لو الرب طلب منك أعمال تعمل أعمال، يمكن الأغنياء اللي عندهم المقدرة يمكن يقدروا يعملوا، فما بالك أنه بكل بساطة الله بوجه، يعني بوجهك يقول التفت انظر، وكل من ينظر إلى صليب يسوع المسيح ينال الحياة ويبرأ الإبراء الكامل. وعد المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هاي الدعوة مقدمة لك حتى اليوم، فعلا تطلب الرب من كل قلبك بكلمة بسيطة سريعة: ارحمني أنا الخاطئ. الرب يباركك.